السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله اختكم غتشارك معكم واحد الفطيره ولا اكله ولا كلشي يقول ليها كتجي زوينه، يعني بحال الكيك. هانتوما نتمنى تعجبكم، هانتوما راه كتجي زوينه هاد الفطيره هادي، مقادير بساط يعني وكتجي بحال الكيك. هانتوما شوفوا معايا كيفاش كتجي، نتمنى شكلها تجي، نتمنى تعجبكم وبمذاق رائع. يعني نتمنى ان شاء الله يعني تجربوها البنات وتردوا لي ان شاء الله في الكومونتير، نتمنى تصدق لكم. راه كتجي غزاله هاد الفطائر، هاد الفطيره هادي جربوها ان شاء الله لوليداتكم، راه كتصدق كتجي زوينه للعشاء هكا ولا الغدا خفيفه وترفقوها بشي شلايضات ولا شي حاجه، راه كتجي زوينه. نتمنى تعجبكم، الا عجبتكم ان شاء الله ديروا اشتراك للقناه باش ديما ان شاء الله يوصلكم الجديد. تبعوا معايا ان شاء الله طريقه التحضير والمقادير وبسم الله على بركه الله. راه عندنا هنايا اربع البيضات، كاس ديال الحليب، نص كاس ديال زيت المائده، خماره، جوج كيسان ديال الدقيق، شويه ديال الملح، شويه ديال البزار يعني على حسب الذوق، الزيتون يعني شويه ديال الزيتون كحل، انا كندير الكحل، يمكن لكم ديروا الاخر الخضر. عندي هنايا مطيشه وحده مقطعه طريفات صغار، معلقه ديال القزبر ومعدنوس، شويه ديال الكاشير، ثلاثه ديال الفرماج هكا مثلثات، يمكن لكم تزيدوا او تنقصوا داكشي على قد الاستطاعه ديالكم. وهذا التزيين هنا الفرماج الاحمر. يعني تبعوا معايا طريقه التحضير ان شاء الله كيفاش غادي نوجدوا هذا الأكلة. هادي ربعية كتوجد يعني ساهلة، نجهز هادشي هادا باش يخلى ليا فين نخدم. بسم الله، خديت تلافة هنايا. تبعو معايا هنايا، هنا غادي ندير البيض، غنهرس البيض. بسم الله، تعرفو كيفاش غنوجدو هاد الأكلة. هنا درت ربعة البيضات، غنزيد عليهم كاس ديال الحليب. بسم الله، نحطو في معلقة، نخلط مزيان، نزيد عليهم نص كاس ديال الزيت. نحرك هادشي مزيان، هنا غندير شوية د البزار، ملحة على حسب الذوق، تكون واحد نص معلقة صغيرة، لحقاش غنديرو الفرماج، غنخوي كاس ديال الدقيق. نحرك مزيان، هاد الخليط بحال غتخلطو الكيك، راه كتجي هاد الأكلة كتجي بحال شي الكيك، حتى ما يبقاوش هاد الحليب هاد طوال الدقيق. نحرك مزيان هاد الحليب والبيض، غنزيد نص كاس لاخر، وغنخلي نص بلاتين. خمارة وحدة، غنزيد داك نص كاس ديال الدقيق اللي بقى، غنخلط هادشي مزيان، ها
غنبقى هكا حتى نخلطها بحال الكيك، يعني بحال الخليط ديال الكيك، ورجع معكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. صافي هنايا راه خلطت الخليط مزيان، تولي بحال الكيك، الشرا كيجي بحال الكيك، هانت الخليط ديالو كيجي بحال ديال الكيكه. هنا خلطت الحليب والبيض والزيت نص كاس الخماره كدا، وشويه البزار شويه الملحه. هنا غادي نزيد هذيك مطيشه اللي قطعت طيفات صغار وحده، ومعلقه تاع قزبور معدنوس مقطعين كبير، ونبقى نخلط. وهنايا الكاشير مقطع، هاد الشيء راه كيبقى غير الذوق ديال كل واحد، يعني يمكن لكم ديروا بزاف ديال الحوايج ماشي غير الكاشير. غنزيدو تا هو هنا، نزيد الزيت والكحل قطع، نخلط هادشي مزيان. هنا عندي بصله وحده مشحره، يعني صوطيتها مزيان في شويه ديال الزيت، هانتوما البنات تتبان لكم مزيان. حتى هي غنزيد على هاد الخليط بصله وحده درتها، يعني نقصت عليها ودخليتها حتى صوطات مزيان في شويه ديال الزيت. غنزيد حتى هي كتعطي واحد النكهة زوينة في هاد الأكلة، كتجي زوينة. عرفتي مع الزيتون وهذا كتجي غزالة، ريحتها طالعة تبارك الله. صافي غنخلط هاد الخليط مزيان، نقرب لكم الصورة باش تبان لكم. هانتوما شكتي جا الخليط، الزيتون وكاشير وربيع الملح على حسب الذوق، لحقاش مازال غنديرو الفرماج. المهم هانتوما معايا تنسالي. صافي هنا البنات بعد ما خلطت كلشي، هنا خديت ثلاثة د الفرماجات مثلثات هكا، نقطعهم طريفات هانتوما بحال هكا، غنوزعهم بحال هكا، كيعطي واحد المذاق زوين، كتجي زوينة هادي. هانتوما نقطع هكا طريفات، ثلاثة يمكن لكم تزيدو يمكن لكم، هو راه كيعطي واحد المذاق زوين. المهم هاكا قطعتهم، غنخليهم بحال هاكا مغنحركهمش، هانتوما بحال هاكا غنخليها تنوجد الطاوة فاش غادي نخويها. صافي هنا البنات خديت الطاوة، عندي طاوة هاكا مربعة، درت هاد الورق الزبدة، غادي نخوي في هذا الخليط. الا عندكم طاوه كبر من هذه شي شويه حتى هي راه كتجي مزيان، انا ما عندي، عندي طاوه يعني قد هكا غنديرها ماشي مشكل. نتوما واخا تكون عندكم كبر من هذه شويه يمكن لكم ديروا في هذا الخليط هذا الكيك، هذا راه كيجي زوين كيك، انا كنقول له كيك فطيره. المهم غادي نخويها بحال هكا، نخلي داك الفرماج اللي درت هكا بسم الله غنخويها باش يجي من التحت، كيجي زوين يعني كيطيب مزيان كيجي زوين. غنبقاش نحركها، حيد هاد السلافة من هنا، صافي غنحرك هاد الخليط مزيان بحال هكا، شي توزع مزيان هادو تيجي، يعني غيجي داير على الطاوة كاملة. صافي بحال هكا، شوف هادوك الطريفات ديال الفرماج وديال، صدقوني راه كتجي زوين والله. صافي البنات هنا خديت الفرماج يعني الحمر حكيته هكا رقيق، غادي يعني نوزعو بحال هكا يعني فوق هاد الخليط هكا بهاد الطريقة. هاكا كامل غنوزع عليه الفرماج وندخلها للفران، فران بحال اللي كنطيب بحال الشكل ديال اللي غطيب الكيكه، غنديرها الفوق غير كطيب، غنقص عليها الفران نديرها الفوق حتى تشد راسها تطيب من التحت، ونهبطها لتحت تاخذ اللون ديالها ونخرجها بحال الطريقه باش كنطيبو الكيكه. غنطيبو هاد الاكله
اي صدقوني كتجي زوينه ان شاء الله. غادي نديرها طيب، من بعد ما طيب نشاركها معكم كيفاش. صافي هنا ملي حكيت على الفرماج بحال هكا ندخلها دابا للفران. هنا نسيت البنات ما شاركش معكم، هنا غندير شويه ديال الزعتر كليته هكا غير شويه باش يتحك هكا، غادي نحكو فوق بحال هكا هادشي كتجي ريحتو مزيانه. سمحوا لي انا ما حطيتوش ليكم، انا عاد كليتو دابا صافي بحال هكا. نرشو من الفوق هانتوما شتو بحال هكا باش كيعطي مع هذا كيجي ريحته زوينه. هاي البنات يعني الاكله اللي شاركت معكم بعد ما طابت، انا راه طيبتها هي راه طابت، شفتوا كيفاش كتجي هذا الشكل اللي كتجيبيه. نتمنى تعجبكم كتجي غزاله، نتمنى تجربوها هانتوما. انا نقطع لكم تشوفوا ومقطعتهم، نتمنى تعجبكم والله الا كتجي زوينه. يعني راه كتاخذ الوقت دغيا كطيب يعني في الفران، يعني بحال كنطيبوا الكيك. بسم الله هانتوما شوف البنات هاك كيفاش كتجي، نتوما كتجي في داك الزيتون والفرماج كتجي بهاد الطريقة. نقطع لكم تشوفو شتي كيجي فيها الزيتون كتجي رطبة. كيجي في داك العضة ديالها كتجي زوينة، يعني في داك الكاشير وهذا كتجي مقرمشة وزوينة ورطيطبة. نتمنى تعجبكم، الى عجبتكم ان شاء الله ديروا اشتراك للقناه باش ديما يوصلكم الجديد مع خاتكم. ونتمنى يعني تجربوا هذه الوصفه، هذه راه كتجي زوينه وغير كتجي غزاله وماكلتها زوينه. وان شاء الله الا جربتوها وعجبتكم وهذا ما تنساوش تكتبوا لي في الكومونتير يعني لفيديو اخر ان شاء الله.